أميتا بكشن أيها وحو شيغي عذر كان إن قور أو أساقا وككي عدونه بل سيدة خاطرتا أي كديدين وانا رون إن سيدة هدا أي شيغايا لخاطرتا عالم كونان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن شعبك الصوماليات مير والبقات جوكتان فاميل كيغة فانس كيغة لمن وحايدين لاي هاي باش باش يا برواقة عمرك دير يا عافي ما تقب واتهي دا وضيال وبرنامج كيمي اسبوع لها ها ايه بوليوودكا عن مر والبور بحنتي ساعة ايدي سوق قرسينو ما شاء الله تبارك الله فنسكي وايدين حس والله بالله تالله والله وايدين حس ما شاء الله تبارك الله all of you وحايدين لا يهمل والبقات جوكتين إلهي عافمات ايدين سيو عمر دير وعبادة الصوبة ان واتهي ان وبرنامج كيني بوليوودكا يسبوع لها هاتيه برتين ان ايدين سوق بيو هالكاتيه قرى سعطان نواع جنال كبعد جيكي شكير أوفيشيال. واتاي محا بوليوودكا نوغو سوكرني رم أهانتي مدلة باتن بري آوات اكتهين فاميلكا رير باتشان إن أي آد يا آد يا آد وحنو سنهين أو عذركا اللهم نجينا إليها نقاهي كورونا فيروسكا وكودعي كسو بلاو أووغا أميتا باتشان أو داتكا يو يقانين علي داري يحاس كيسا لو يقانو جايا بچن أبشيك بچن أشواريا بچن إيو وليبا أراديا بچن وعنوك تيريد أيا كورونا فيروس مدلباتن بري أح سبا أن أغالي فاميلكا وحا نولوك آدي فإن عزبتالكا لو يقانو نانا فاتي وكيالا دالكاس إنديا إن وحا لشيك يا عنكتا ياريت وابشيك بچان دالي اراديا بچان ان اي كعافي ما دي كورونا فيروسكا ان اتريشدا عانكا اشواريا بچان ان حالة ديدو اد يا اد لوغو ديرينا يو دقاتير تكشقيسا عوزبتال كان نافتي ايا اوحا اي شيغايين مر اي ورئيس سينايين ورباهن تا ادالكا انديا وحين الشيغان إن أشواريا بچان آدي آد أي أوليدتو أو قنفع مجيوك سنايو استبجوك وهاية تيدا كالي لون تيدا وحال الشيغي إنفكشن باقان إن أو كوب مرغوري باكو فافي بلسي حدا أو كورونا وصيد داري حتى وحال الشيغي يسيدا أني ورباهن تأمان وصوحي غاني بوليوودكا إن أي آدي آدي آد حال ديدا أي أوليدتو دقاتيرتا بدي جودة بقى وأي كدير يعني حالة ده بلسة وحالة يري نصيب كده سدوا نخون دونه أيا لا أرك دونا هل كنا أميتا بكشن وآتي آت أسجنا وقول حنوسين هاي دقدنا أيدو أي حنوسن تاب بلسة حنون كده وسن عين سدا على دير إيو أشواريا هذا كله وحال الشيء أراديا بتشن إن أصبتال كا نانا ذاتي أي كسب بحذي هبينك حالي هذا جوري هذا لكن بس أنت يسمى كسب بحن كاري وح أي لكم أنت أبوه ذي آتكي آتكي آتك حغير أليتا وح إنك تريالي رح إنك تهذبه واسديجر واسديجر أراديا بتشن markay saa u eegtay awoogida ay tiri awwe aniga waxa aan ku badbaaday waa qalbi nadiifkayga iyo waliba kalsoonideyda adigana ha oynino kalsoonidaada muuji mar dhow adigana isbitaalkan waad ka soo baxaysaa sida aniga gurigeyga la ii qaadayo ayaa adigana gurigaaga lagu qaadayaa xali dheer muxuu sameeyay markaa wuuuy marka la waydiyay li yirina maxaad u isu wuxuu yiri gabad iyo aniga aan awoogu ahaa sidii jirka ahayd hadaladan waa weyn inay igu la hadlayso ma aan u maleeyneynin maadaama ayda ay caafimaaday anigana igu la dardaarantay in aan kalsooni ku qabo naftayda
iyo weliba qalbigayga in aan nadiif ka dhigo ayaa ilmo iga keenay. Okay, Aradia Bachchan way caafimaaday sida ay sheegayaan wararka Bollywoodka aan ka soo xiganay. Aradia Bachchan waxaa loo qaaday gurigeeda yaa ku haray isbitaalka. Waxaa ku haray Abhishek Bachchan oo xoogaa yar lis leeyahay aabihii iyo xaaskiisa. Wuu ka run yahay xoogaa balse cudurka weli ma uusan ka bixin jirkiisa. Waataay Abhishek Bachchan wuxuu yiri in familkayga iyo faniskayga intahan dadka jecelahay waxaan ka codsanayaa in ay igu soo duceeyaan xaaskayga Aishwarya Bachchan si ay ayadana ugu soo baxdo dhibaatada aadka u weyn sida ba'an jirkeeda ugu faafay cudurka. Halaygu soo duceeyay ayuu yiri. Waa sax. Waxaa ku haray ayeyada micnaheeda waa hooyadii dhashay Abhishek Bachchan. Ayaduna waxaa la sheegayaa in ay xoogaa yar ka roon tahay Cali Dheere. Macnaha Amitabh Bachchan waa ninkeedii. Waa ay ka roon tahay balse weli ilaa iyo hadda lama cayimin waqtiga cisbitaalka laga saarayo. Laakiin waxaa la sheegayaa Aishwarya Bachchan iyo Amitabh Bachchan in uu cudurka aad iyo aad ugu tuntay. Sida aan uu soo xiganayba warbaahinta ka soo baxa dalkaasi India ee Bollywoodka waxa ay sheegayaan Aishwarya Bachchan aad iyo aad iyo aad xaaladeeda in loogu dirinayo, sababtoo ah dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen in uusan kunfaca joogsanaynin iyo weliba neefqaadkeeda uu badan yahay. Waatu Abhishek Bachchan intuu ka yaabay xaaskiisa asagoo la xanuunsan balse wuxuu yiri fanskiisa uu ka dalbaday in ay u soo duceeyaan. Waa yaab arrintaasi sababtoo ah Abhishek Bachchan wuxuu leeyahay fans u gaar ah, Aishwaryana waxay leedahay fans u gaar ah. Marka Abhishek Bachchan wuxuu yiri fanska Aishwarya iyo fanskaygaba intay hal meel isugu yimaadaan ha u soo duceeyaan xaaskayga. Run ahaantii waa 21 beri intuu cudurka sidaa u galay ayaa la sheegayay. Amitabh Bachchan ayaa wuxuu sheegay cudurkan in uu guur dhow asaga uu ka kici doono balse dhakhaatiirta ay ka diideen. Waana run sida hadda ay sheegayaan dhakhaatiirta caalamkao dhan qofka markuu aad u liito waayeel u yahay cudurkaas aad iyo aad ayuu ugu darayaa. Kulley anaga aqoon sidaa dheeraad uma lihin cudurka, laakiin waxaan tusaale ahaan macnaha hadda ayaga ay ugu soo qaateen gabadha yar 8 jirka ay hal mar cudurka ay wada qaadeen balse ayada ay ka bogsootay. Waxay sheegeen dhakhaatiirta in qofka da'da ah cudurka aad iyo aad iyo aad ugu daran yahay. Waatay daawadayaal, run ahaantii Aishwarya Rai waa atrisha caan ah la yaqaano, marna ay ka noqotay dalka India Miss World maanta, balse waa la ishaaya. Caafimaad waxaa ku xiran cudur, khosol waxaa ku xiran ooyin, nolol waxaa ku xiran geer. Waataay horta cudurkan dad fara badan ayuu saameeyey, dad fara badan ayuu dilay. Adduun weynaha waa cudurka ay ka qayliyeen. Marka run ahaantii familka Bachchan ilaa iyo hadda lama soo cayimin cudurkaas halka ay ka soo qaadeen. Laakiin ilaal ugu dhow ah sida ay wararka ay sheegayeen waxaa la sheegay in ay ka qaadeen dalxiis ay aadeen in ay ka soo qaadeen. War cudurka dalxiis leh ma ku xirno, meel walba iska soo gala, meel walba iska soo gala, barki asagoo dhan buu hawada saaran yahay, hawada saaran yahay, dhibac qofkii ku dhawda nasiibkiisa waa marka. Marka Amita waxaan dhahaa aniga horta intii tabartaad waa soo boodboodo filim waa soo jishi, iimaankaa dhuug sabaari, yaa ku soo haray xaaskiisa. Ayadana xoogaa yar kulley macnaha sida Aishwarya ma aha, sida Amitana ma aha, xoogaa yar waa ay kasoo kabsanaysaa la yiri. Horta naagahan u daran yahay cudurkan alis weydiiyo, dhakhaatiirtan weydiiyena inta macnaha nimanka ku dhacay ee naagaha waxba badana uma leeyahay nimanka. Waataay Amitabh Bachchan hee oo qarka u saaran iyo weliba Aishwarya Bachchan ayadana
xaaladeeda laga sii deerinayo waxayna ku jiraan waqti xaadirkan isbitaalka ugu weyn ee dalkaasi India misra dadka madaxda lagu daaweeyo Nana Vati isbitaalka horta dhaqaatiir waa joogan dhaqaatiir hee waa joogan ee run ahaantii marka cudurka uu ku joojogsaday reer Bachchan balse waxa ka soo bixi doona insha Allah isbuuca dambe ayaan arkaynaa markaasina waa idin soo gudbinayaa dhammaantiina waxa idin leeyahay daawo shawacan iyo jeneraalka macalin JK Sheekeyir official iyo isbuuca dambe iyo sheekada hee hollywoodka ka soo baxda sida ay noqon doontaba insha Allah waa ismaqli doonaa.